أطلقت مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مبادرة إيجل ياث لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم كقادة للتغيير في المستقبل، وذلك احتفالا باليوم العالمي للشباب. وفي هذا الإطار أطلقت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا شاملا بعنوان برنامج نجوم مصرية، خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي. وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى إطلاق البرنامج في محافظة الغربية والبحيرة وسوهاج كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ البرنامج في الجامعات المصرية التي تحتوي على سفارات المعرفة ومنافذ حياة كريمة. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي بما يتماشى مع متطلبات العصر.